الأستاذ الدكتور أحمد سفينة، أستاذ مساعد جراحة المناظير والسمنة المفرطة كلية طب قصر العيني، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، دكتوراة الجراحة كلية طب قصر العيني، استشاري أول جراحة السمنة المفرطة والجهاز الهضمي. اهلا بيكم. هتستغربوا لما اقول لكم انه دراسه اجريت في 2007 قالت احتماليه تصل ل 60% انه لو واحد عنده صديق او حد في العيله نمط غذائه واسلوب اكله في اسباب السمنه، يعني رايح في طريق السمنه، هو كمان هيبقى سمين. السمنه كما قال هذا التقرير، ده دراسه امريكيه اتعملت في كاليفورنيا، قالت السمنه معديه كالانفلونزا، معديه. السمنه مرض معدي، يعني انت لو عندك في العيله حد بيميل ان هو بقى بالليل الساعه 2 الفجر بيطلب بيتزا وبيطلب همبرجر وبيطلب حاجات من فاست فود محلاته، انت هتدخل معاه في الطريق. هنفهم الكلام ده النهارده بالتفصيل مع واحد من نجوم الاسماء القديره البارزه، اسم سوبر ستار في عالم جراحه السمنه. هيمتعنا النهارده بحوار مهم جدا، وفي اجزاء في الحوار النهارده هتبقى مفاجاه، لانه احنا هنتكلم اكيد عن ماذا بعد اذا رجعت السمنه بعد الجراحه، ما ممكن ده يحصل. ده جزء برضه مهم النهارده يطرح. النهارده سعيد جدا بقبول دعوتنا الاسم الكبير الاستاذ الدكتور احمد سفينه، الاستاذ المساعد لجراحات المناظير والسمنه المفرطه كليه طب قصر العيني، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وصاحب دكتوراه الجراحه من كليه طب قصر العيني، استشاري اول جراحات السمنه المفرطه والجهاز الهضمي، الاسم القدير والكاريزما الرائعه. اهلا بك يا دكتور احمد، منورنا. انا عايز ابدا الاول انواع الجراحات المتخصصه في السمنه. انواع الجراحات، هي طبعا في جراحات قديمه وفي جراحات بوبولر او دلوقتي خلاص اللي هي نمبر 1. الجراحات القديمه زي زمان بقى التدبيس الطولي واشتق منه الفراشه، طبعا الناس كلها اللي عملت جراحات سمنه تبقى فاهمه التعبيرات المصطلحات. التدبيس الطولي احنا كنا بنعمل جيف في المعده بالدباسه، بنقسم المعده، المعده صغيره تفتح على معده كبيره وحوالينها شبكه بحيث ان المريض بياكل في المعده الصغيره دي، وطبعا دي اثبتت فشلها اللي هو التدبيس الطولي او اسكان المشتق المصري منها الفراشه، ان هي مشكله كتير جدا زي الحموضه، زي الارتجاع، زي مثلا الناس تبدا ترجع لحد، وفي ناس طبعا حصل لها مشاكل اكبر من كده، مش عايزين بس نبدا الحلقه بحاجات صعبه. دي الجراحات. بعد كده جه الحزام، الحزام ده نفس فكره الريستراكشن، انا بحط بند حوالين بدايه المعده بحيث برضو ان هو ياكل في الجزء الصغير ده، ويقدر ان هو عاوز يريح الحزام بيريح الحزام، ياكل براحته، عاوز يعمل دايت بيرجع الحزام تاني ريستراكت. بس للاسف برضو الفيلير ريت فيه عالي، بالاضافه ان هو بعد 10 سنين بيبدا الحزام ده ياكل جدار المعده، يعمل التصاقات، يعمل مشاكل اكبر، وبالتالي ابتدت الحاجات دي تهاجر من جراحات السمنه، وتيجي بقى العمليات الجديده زي تكميم المعده وتحويل المسار الكلاسيكي، وبعد كده تحويل المسار المصغر بغض النظر عن انه الاول. وبعد كده ابتدت تظهر بقى الساسي سليف اليال باي باس او السادي او السادي اس، ابتدت بقى تظهر عمليات اكبر شويه تناسب ناس مختلفين. يعني مثلا في الصور في قدامنا دي تكميم معده اللي على الشمال، تحويل مسار مصغر على اليمين. فكره اي حد عاوز يعمل دايت او ينزل، هو بيعمل حاجتين، يا اما بيقلل يعمل دايت يقلل الكالوريز اللي بياخدها، او ان هو يقلل دايت والحاجات اللي ياخدها ما تمتصش اللي هي الادويه. فكره الادويه ان انا اخد ادويه عشان امنع امتصاص الدهون والنشويات والسكريات، وبالتالي ابدا انزل في وزن. دي كانت فكره جراحات السمنه اللي مبنيه على الاساس الطبيعي لاي حد عاوز ينزل في الوزن، هو بيقلل اكله او اللي ياكله ما يمتصش. ممكن المريض يجري واحده من جراحات السمنه ويعود مره اخرى الوزن ده، بنقول عليه فشلت الحاله؟ طبعا. فشل جراحات السمنه كتير جدا. اول حاجه يا اما الفشل ده اولي، يعني ايه اولي؟ يعني هو فشل في اختيار العمليه. هنقول مثال، انسان حد بياكل حلويات بصوره كبيره جدا، او كل اكله حلويات، يعني النهارده في العياده مريضه جايه تقول انا باكل حلويات، ممكن نص الليل اجيب شوكولاته، انزل اجيب بيتزا، اجيب، يعني ودي لو عملت زي تكميم معده هي هتفشل على طول يعني. اما لو عملت تحويل مسار هتنجح معاها، بس هي لازم تبقى في المايند ان هي
هتقلل برضو او تعتدل في الحلويات. دي يبقى اول حاجه ده الفشل الاول، ان انا اخترت العيان او العيان اختار عمليه غلط. فشل من الاول كده. من الاول اختيار خاطئ. زي ما اكون انا رايح اسكندريه فمن الاول كده رحت واخد طريق اسوان. بالظبط، انت اختار طريقك خاطئ. تمام. اول حاجه الثانيه، ربنا وقعت في العمليه غلط من الاول. يعني لا مش معموله كويس، يعني عمل تكميم معده سي مثلا وسايب قبه المعده مش شايلها، ودي مشهوره جدا، او سايب الانترم او بوابه المعده على الاثنى عشر، نهايه المعده متسابه وبالتالي شاف العفريت ظهر اهو. ده اسمه الفشل او الفشل الثانوي. اشرح لي الصوره الحاضر. ده الفشل الثانوي. ان هو ابتدت العمليه يحصل منها مضاعفاتها، يعني ما هو نزل في الوزن تمام بس ابتدت يحصل، هو عنده ارتجاع وراح عمل تكميم من الاساس، ده اختيار خاطئ للعمليه. فالمريض ده هيعاني بقى من اعراض ارتجاع المريء وزياده الحمض وتغيرات في الغشاء المخاطي المريء، والعفريت يظهر له ان هو هيضطر يصلح العمليه عشان اخترناها غلط في الاول، هو عنده ارتجاع مريء والدكتور اقنعه هعمل لك تصليح للحجاب الحاجز وثبت لك المعده وكل الكلام ده لا قيمه له. عن ارتجاع المريء حله تحويل مسار كلاسيكي، ويا جماعه وليس تحويل مسار مسقط. ما نقعدش بقى نحاول مع ارتجاع غير ما مش هيصلح. بالظبط. دي صوره ثانيه، العيان وسع المعده بتاعته. مع العمر قعد يضغط 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 لحد ما المعده ابتدت تسترتش. تمام. وعشان كده احنا دايما بنقول للمريض اللي هيجري جراحه سمنه ان انت لازم تسمع لغه الجسم. هي طبيعي، انت هو وعاء، اول ما الوعاء يحصل فيه امتلاء ويحصل ستريتش او فونس انت خلاص توقف اكل، خلاص حابب تاكل ممكن بعد ساعتين لما يحصل المعده تفضي تبدا تاكل تاني بحيث ان انت تحافظ على الجيب ده. يبقى احنا اتكلمنا الاول على الفشل الاولي، ان انت اخترت العمليه من الاول غلط، والفشل الثاني المريض بوظ العمليه بتاعته، ابتدى ياكل حس ما ابتدى يحصل ستريتش للمعده او ستريتش للجيب. تمام. وبالتالي بتبدا جراحه السمنه تفشل. اعرف ازاي انها فشلت؟ كذا حاجه. اول حاجه ان انا نزلت في الوزن كويس جدا وابتدي ارجع في الوزن تاني. تاني حاجه ان انا ابتدى او يبقى عندي او حصل مضاعفات من العمليه نفسها. يعني ايه زي ايه المضاعفات؟ مثلا ارتجاع المريء اتكلمنا عنه، او حصل الفسيولوجي بتاع العمليه انا مش فاهمه. يعني انت يجي عيان كده يبعت حاجه على السوشيال ميديا، يبعت حاجه على واتساب، تعالى اعمل عمليه. هي جراحات السمنه مش عمليه يا جماعه، جراحات السمنه دي متابعه ملازمه للمريض على طول. يعني مثلا ناس بتعمل تحويل مسار مصغر، هي عمليه انا بصراحه يعني ابتدت فتره اخيره ما ارجحهاش، نفسي تتلغي كمان تحويل مسار مصغر لو العيان مش هيلتزم بالفيتامينز. يعني انت بتحول الاكل عن جزء من الجهاز الهضمي مهم جدا في الامتصاص، وبتحول التحويله مره واحده 2 متر 2 متر ونص مره واحده، دول الاكل والفيتامينز ما عديش عليهم. طب انت لو مش مفهم المريض ان هو لازم يمشي على الفيتامينز وعلى الحديد والكالسيوم، العيان ده بيحصل له سوء تغذيه عنيفه جدا. يبقى ما ينفعش ان العيان جاي يعمل عمليه وخلاص تنتهي علاقته بالطبيب بعد العمليه. لان جراحات السمنه هي دكتور وبيشنت ريليشن شيب على طول، يعني متلازمين. مش زي مثلا هعمل غده درقيه او فات ايرابي او استئصال مرار. بالظبط. ممكن الجراح يعمل المريض ما يشوفوش تاني ويجي فوق غرزه خلاص. لا، ده عندنا هنا لازم العيان تبقى شارح له الفسيولوجي بتاع العمليه، ايه اللي هيتم في العمليه دي. انت عامل نادي للمرضى بتوعك. ايوه، زي نادي كلاب. ايوه. ده لازم. لونج تيرم ريليشن. تمام. فبالتالي العين لما هياخد الحاجات اللي حصل فيها نقص دي مش هيحصل. طب لو ما خدش الحاجات دي هيبدا تحصل المشكله هنا. طيب امتى اقول العيان ده يعمل عمليه؟ يعني هو رجع في الوزن، هل كل الناس اللي بترجع في الوزن اصلاح؟ يعني اصلاح. احنا بنتكلم على التصحيح يا جماعه. امتى اقول ان انت لا خلاص انت لازم تعمل عمليه؟ اول حاجه لو انت رجعت للسمنه المفرطه اللي هو كتله الجسم فوق ال 35. طيب لو انا مثلا عملت عمليه، اي عمليه تكميم تحويل، وانا رجعت في الوزن مثلا 10 15 كيلو، هل ان انا اقول للعيان انت محتاج عمليه؟ لا. اول حاجه قبل ما نلجا لجراحات التصحيح لازم اول حاجه نقعد مع العيان نشوف العيان ده ملتزم الاول ولا لا، فعلا عمل دايت، نعمل اشعه مقطعيه نشوف حجم العمليه مظبوطه ولا لا، هل العمليه حصل فيها مشكله، هل هي المعده كبرت تاني الجيب كبر تاني. طيب هو رجع قدر بسيط، يبقى اول حاجه نيوتريشنال اسيسم، يجي دكتور التغذيه في وجودنا ان هو ياسس العيان، يشوف مشاكله الصحيه، نشوف بعد كده التحليل بتاعته، فيتامين د، الكالسيوم، الحديد، كل البروفايل بتاعه، هل في حاجه ناقصه مأثره على الحرقه مثلا، هل هو مريض مثلا غده درقيه ومش بياخد الالتروكسين. تمام.
خلاص يبقى احنا عدينا المرحله. طب لو لقينا اي مشكله بدون نبدا نحلو، وبعد كده نبدا نمشيه على نظام غذائي، نبدا تاني نعمل حاجه اسمها باوتش ريسيتنج، ان احنا نحاول نفكره بالعمليه زمان، نبدا له اسبوع سوائل، بعد كده اسبوع حاجات له ريزيدوال دايت اسبوعين، بعد كده يبدا يدخل مشويات كانه لسه عامل العمليه بالظبط. فيبدا تاني المعده بتاعتنا سبحان الله هي المعده دي ستريتشت، ان هي بتسترتش تكبر وممكن تريكويل تاني ترجع تاني. فيبدا الباوتش ريسيتنج ده مع نظام غذائي فول اب، نفكر العيان ان انت مريض سمنه، ان السمنه ملازماك مش مجرد ان انت هتعمل عمليه او ان انت جاي تصلح. طيب لو كان خلاص احنا عدينا اللي هي الكتله 35، عدينا الكتله 35 لا يبقى احنا دخلنا تاني في السمنه المفرطه وفي مشكله في العمليه، اذا كان ارتجاع مريء او الجبت طول تاني، او العمليه اللي في الاول كانت معموله غلط محتاجه تتعدل فيها حاجه كده، ممكن نلجا لجراحات تصحيح. عندنا في جراحات تصحيح ثلاث انواع من جراحات تصحيح، يا اما ان انا هعيد هعمل ريدول لنفس العمليه، هعيد نفس العمليه تاني، مثلا حد عامل تكميم وسايب نص المعده فوق مش متشال مش متسلك اصلا، مش ما حصلوش تشريح وغيرين بس وكده، ودي بنشوفها كتير جدا الفتره دي، وبالتالي برجع اعمل العين نفس العمليه تاني. لا انا في حاجه عايز افهمها هنا، حضرتك بتقول لي انه في يعني اداء جراح او اداء لعمليه مش مظبوط، يعني ممكن ما يتمش، كان ما فيش عمليه اتعملت بالظبط. الفتره الاخيره ابتدى مع التكنولوجي الجديد احنا بقينا نعرف العمليه دي معموله مظبوط ولا مش معموله مظبوط. ابتدينا نصور حاجه اسمها اشعه ثلاثيه الابعاد على المعده بتكنيك معين في كذا مركز في مصر، يعني ابتدى النهضه تتطور فيها جدا، ان احنا نقدر نتخيل العمليه معموله ازاي واحجام المعده عامله ازاي، والحاجات كلها بتبقى دوكيومنتد واقدر اشوفها والناس تشوفها تمام، او الدكاتره كلهم بيشوفوها ويقدروا من خلالها يحددوا. ابتدينا نلاحظ ان هو في فرق يا جماعه، عايز اقول بس من قص المعده وتكميم المعده في فرق شاسع بين الاثنين. قص المعده، قص معده، قص جزء من المعده، اما تكميم المعده بتحكمها قواعد طبيه، قواعد طبيه عالميه، بدايه القص فين، لفه المعده تتعمل ازاي، قبه المعده تتقص ازاي، ابعد عن المريء قد ايه، الشرايين اللي ورا المعده اللي هي المفروض يحصل فيها وضع تشريحي، انه شريان بيتشال عشان المعده ما ترجعش توسع تاني، ويجي المريض بعد سنه او اقل من سنه ويتلاقي وزنه اللي نزلهم رجعهم تاني واكتر، او اللي عنده سكر راح يرجع له تاني. وبالتالي تكميم له شروط، ليه شروط يعني، وتحويل مسار ليه شروط، وعد الامعاء ليه شروط، وحجم الجيب ليه شروط يعني. اما احنا الفتره الاخيره ابتدينا نلاقي عمليات كتير جدا مش معموله مظبوط، وللاسف يعني يعني هو ده زي نظام يعني مش مظبوط، تجاوز ده في رايك يرجع لانه في ناس كتير بتدخل تتصدر قبل ان تتاهل، يعني من غير ما تدرب تصدر قبل التاهل بالظبط. يعني احنا محتاجين نعيد نظر في التصدر قبل التاهل، يعني واحد يروح قال انا الجراح رقم واحد، رغم انه كان المفروض يقعد يتدرب مثلا فتره، يعني محتاجين نعيد نظام تاني في النقطه دي، في التدريب، في التدريب والممارسه الطبيه في النقطه دي بالذات. الحاجه الثانيه بقى انواع جراحات السمنه، انواع احنا قلنا اول حاجه ان انا بعيد نفس العمليه، العمليه دي ما اتعملتش من اول مظبوط ودي انسب عمليه للمريض. النوع الثاني من العمليات ان انا اعمل كونفرج، ان انا احول العمليه من عمليه لعمليه. ان انا مثلا لو انا عامل تكميم معده او تدبيس طولي احولها اخليها مثلا ايه، تحويل مسار كلاسيكي، تحويل مسار مصغر، سادي اس، ايا كان نوع العمليه بحول العمليه دي لعمليه ثانيه. في برضو بعض العمليات اللي هي ما تكونش مناسبه للمريض، يعني اختيار للمريض من الاول ما كانش مختار عمليه مظبوطه، وبالتالي ان انا اختياري للعمليه الثانيه التصحيح ده لازم ابقى واقف كويس جدا وابقى حريص جدا ان انا اختار له عمليه مظبوطه في جراحات تصحيح، لان هو ده خلاص العيان اللي بيجي لك يعمل جراحات تصحيح هو نفسيا دريند، خلاص اصبح ان هو نفسيا متازم جدا. انا شفتهم، خايف يدخل، انا شفتهم دول بيبقى عندهم كلهم بلا خايفين صدمه، صدمه ازاي حصل حظه يعني ما جاش، ما اتعملتش عمليه كويس او العمليه فشلت منه غصب عنه، وبالتالي بيبدا ان هو نفسيا سيكولوجيا مش قادر، كمان فاينانشال ماديا، لان هي الجراحات السمنه جراحات مكلفه جدا. اجتماعيا الاسره اللي حواليك، ده انت عملت عمليه وفشلت، فتبقى في عبء نفسي على المريض كبير جدا. ثالث حاجه ان انا ريفيرس، ان انا ارجع الوضع التشريحي لاساسه. في بعض الناس بتطلب ان انا رجع لي زي ما كنت، يعني مثلا حد عامل فراشه مثلا و24 ساعه حموضه وترجيع وسوء تغذيه، عاوز يرجع للوضع التشريح، او ان هو مش قادر يكمل على الفيتامينز من الاول، هو يعني اجتماعيا او ماديا مش قادر ان هو يكمل على الفيتامينز ونزل في الوزن، او اي ظروف اجتماعيه بتحصل او اي ظروف سوء تغذيه، يقول لك انا عاوز ارجع زي ما كنت.
يبقى انا عندي في جراحات السمنه ان انا اعيد نفس العمليه او ان انا احول عمليه لعمليه ثانيه لو كان في اختيار خاطئ للعمليه او هي مش مناسبه للمريض ده، او ان انا ارجع للوضع التشريحي الاساسي في قبل جراحات السمنه. طيب انا همسك انواع جراحات التصحيح ده بقى اهم جزء في الحلقه بتاعتنا النهارده، هنمسكها واحده واحده. هنمسك الاول تصحيح التكميم، يعني وقت التكميم احكي لك، نمسكها واحده واحده بقى. ايه التكميم الصح وازاي؟ التكميم عشان الناس تبقى معانا، التكميم ده انا بقص جزء من المعده بالطول. لو كان التكميم بعد الاشعه اللي عملناها فيلير، فيه برايمري فيلير من الاول، فانا ممكن اعيد نفس التكميم تاني. طب لو كانت عمليه مظبوط او في مضاعفات من التكميم ده، احنا عارفين التكميم ده عمليه ريفلكسوجينيك، ان هي بتزود الارتجاع، بتزود الحموضه، بتزود كل المشاكل اللي بتحصل في الحجاب الحجز. يبقى انا اضطر احاول عمليه التكميم دي لتحويل مسار كلاسيكي. اللي احنا شايفينه دلوقتي ايه بقى؟ دي هي دفت في الحجاب الحاجز، عامل ارتجاع مريء. التكميم معموله كويس جدا، بس حصل ضعف في العضله نتيجه ضغط التكميم، وابتدى المريض ده كان بيعاني من ارتجاع في المريء، ابتدى ده حله بقى اللي احنا الانسب ليه، عملنا تحويل مسار كلاسيكي. نحول الحاله زي دي لتحويل كونفرجن، خلاص تحولت لعمليه ثانيه خالص. الفراشه اللي هي عمليه مش معتمده. الفراشه طبعا ده هيل، يعني هيل لكذا سبب. اول حاجه الوضع التشريحي، هيل يعني جحيم. جحيم لان هو خلاص هو ابتدى، يعني كانت التدبيس الطولي للمعده زمان كان في عندك مسافه بين المريء والانسيزور او نهايه اللي هو المعده في ناحيه الكبد، فبتعرف ان انت تعمل جيب وانت مرتاح. اما الفراشه هو بيطلع اكتر، يعمل زي فانل شيب، زي قمع البنزين، يعمل غير كده غير كده، فاصبح المسافه اللي انت هتعمل فيها جيب صغيره جدا، وكمان جنبها الشريان الايسر للمعده العلوي، فده بيخلي الموضوع اصعب شويه. طبعا تصحيح الفراشه هو ان انت يا اما تعمل تحويل مسار كلاسيكي، ما فيش تاني ليها خالص غير تحويل مسار كلاسيكي. الناس بتروح تعمل تكميم وبعدك يحصل له تسريب، ده خطا جدا، لازم الناس تبقى اورينتد. انت التدبيس الطولي او الفراشه يا جماعه التصحيح فيها تحويل مسار كلاسيكي وليس تكميم، لان في شبكه بتكون محطوطه، لو اتدبست على الشبكه تسريب 100%. الحاجه الثانيه او ترجع للاساس، يعني ترجع المعده، توصل المعده في المعده وتلغي بقى العمليه خالص ومفيش جراحات سمنه يعني. طيب. ده بالنسبه للفراشه. فراشه تصحيح الساسي. الصوره اللي فاتت كانت عن الساسي، اللي هي الساسي طبعا هي الساسي عبارة، دي عمليه المفروض ان مش هتصلح يعني، تمام 100% ولا برضو بتصلح؟ تتصلح. تتصلح ليه؟ دي الساسي، دي عمليه ساسي معموله. احنا لو ده كان المريض ده كان تقريبا عامل تكميم قبل كده وبعد كده صلحها الساسي. التكميم في الاول لو احنا شفنا قبه المعده فوق الخط الاسود ده حصل فيه ستريتشنج جامد جدا، وكمان لما احنا عملنا اشعه مقطعيه لقينا ان هي مش ساسي، هي حاجه اسمها ساجب او ساجي، اختراع مصري، تمام، ان احنا عامل تكميم وعدد 2 متر من بدايه الامعاء. هي الساسي يا جماعه العد بيكون من نهايه الامعاء مش من بدايه الامعاء، بنعد 2 متر ونص او 3 متر من نهايه الامعاء ونعمل وصله على نهايه، بحيث يبقى في ثنائيه تقسيم، جزء بيعدي في المسار الطبيعي وجزء بيعدي في المسار السريع. طيب تصحيح الساسي حاجتين، لو كان المعده حصل فيها ستريتشنج تاني فانا ممكن اعمل يعني ارجع تاني، اقص المعده تاني واظبط حجم المعده وتفضل ساسي. طيب لو كانت بقى ان هي معموله مسافه قريبه او في مضاعفات من الساسي نفسها زي الارتجاع القلوي على المعده، فبقلبها تحويل مسار كلاسيكي. هي ممكن تبقى ساسي تريفاشن تاني، تصغر المعده لو كان حصل ستريتش في الفندس او التكميم حسب الحاله، او تحويل مسار كلاسيكي. احنا دايما في جراحات صحيح دايما نلجا لتحويل المسار الكلاسيكي عشان هو الانسب وهو الافضل، هو اللونج تيرم فول اب بتاعته افضل كتير. التصحيح الحزام بقى، لانه كتير من الناس ركبت حزام. الحزام الافضل فيه تحويل مسار كلاسيكي. هل ينفع نعمل تكميم بعد الحزام؟ ينفع نعمل تكميم بعد الحزام، ما فيش مشكله خالص، احنا بنشيل البند ونعمل تحويل مسار كلاسيكي، ده بيكون الافضل زي ما احنا شايفين. الاوبشن الثاني اللي في تصحيح الحزام، ان انا مش عاوز اعمل، مش عاوز اخد فيتامينز، فاحنا بنعمل تحويل مسار كلاسيكي. بس في نقطه هنا، ان احنا بيبقى فيه كبسوله على المعده، ده للدكاتره زمايلي، بيبقى فيه كبسوله على المعده، الكبسول ده او الغلاف ده لازم يتشال قبل التدبيس، لان هي دي الحزام ده بيعمل رياكشن مع جدار المعده، فبيعمل طبقه من الكبسول او الغلاف، فلو انت دبست على الغلاف ده بيكون السيكنس اعلى فيحصل تسريب. فانت لو تعمل تكميم جزء الحزام اللي ضغط على المعده لازم تقشره زي ما بنقشر البرتقانه، وبعد كده تدبس البرتقانه. حلو، تدبس المعده. دي نقط طبيه مهمه فاحنا جدا. لو هنعمل تصحيح للحزام بنعمل تحويل مسار كلاسيكي،
رقم واحد طبعا افضل حاجه، ويليه التكميم. ده لو المريض اصر على التكميم ورفضه اوبشن تاني، بس الافضل تحويل المسار الكلاسيكي في النقطه دي. ايه الفرق بين تحويل المسار المصغر والكلاسيكي؟ وليه انت اشرت في كلامك بشكل واضح الى انك تود ان تحويل المسار المصغر يتلغي زي ما بيقولوا؟ بالظبط، لان هو احنا في الاصل في تحويل مسار هو تحويل المسار الكلاسيكي او العمليه الكبيره او العمليه رقم واحد في العالم، او الجند الصارنا في جراحات السمنه نسميها زي ما نسميها. طبيعي الاكل بيقابل العصاره في الامعاء، يعني حتى الطبيعي عصاره الكبد، عصاره البنكرياس، عصاره الامعاء، والاكل بيقابلها بيقابلوا بعض في الامعاء، رانديفو في الامعاء. طيب فبالتالي قصه ان يحصل ارتجاع لعصاره المعده على الامعاء، يعني ربنا ما خلقش الامعاء تبقى لازقه في المعده، خلق الاكل يروح للايه؟ للعصاره. اما اللي هي على الشمال، اللي هي على الشمال ده الكلاسيكي. ده كلاسيكي. بعمل جيب صغير وبعد كده افصل الامعاء، اوصل الامعاء دي على الجيب تجيب الاكل، الذراع يجيب الاكل ويقابل العصاره فين؟ في الامعاء. اذا قصه حدوث ارتجاع العصاره الصفراويه وده علاجها صعب جدا على المعده ما بتحصلش. تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، العصاره دي الخضره دي بترجع تاني في الذراع التاني شويه مسافه من الوقت، والاكل بيقابلها بدري. فسوء الامتصاص، سوء التغذيه اقل عن العمليه الثانيه، هنشرحها دلوقتي. تمام؟ الحاجة التانية، الأمعاء فيها غازات، فيها جازيس، فالجازيس دي لو هي جت على جيب المعدة بيحصل ارتجاع للجاز أو الغازات، فبالتالي بقى الماوس أودر مش حلو في بعض الناس، ممكن السنان من كتر الارتجاع يحصل فيها مشكلة، التهابات في الفم بتبقى أكتر مع تحويل المسار المصغر. فكرة تحويل المسار المصغر هو جت نتيجة طول عملية تحويل المسار الكلاسيكي، ولو كان السبب ده مقبول قبل كده مش مقبول دلوقتي، لان مع السكيلز مع التريننج الموضوع بقى اسهل، بقى تقريبا فرق العمليه 10 دقائق بين دي ودي، يعني كان الاول في سكيلز اقل على مستوى العالم، دلوقتي لا، الدنيا اتطورت في مناظير اكتر، في تريننج اكتر، في روبوت اكتر، فالدنيا المفروض ان احنا نلجا بقى نرجع للاصل. تمام؟ الثانيه بقى، احنا بنعمل جيب اطول شويه في المعده ونستبعد اللي احنا نستبعده من الامعاء ونوصل على الجيب، فاصبح عندي ان العصاره بتمشي مسافه كبيره جدا عشان توصل لجيب المعدة، فده بيعمل غازات أكتر، بيعمل بكتيريا أكتر، بتيش أكتر في الجزء ده، بيعمل سوء تغذية أكتر، المريض الأكل ما العصارة ما بتقابل في نفس المسافة، ما بتقابلش بدري، وبالتالي عنده بيحتاج فيتامينز بصورة أكتر. لو احنا بصينا في آخر سنتين، لو أنا بصيت على بعض الحالات اللي بتتحول لي أو بتجيلي، إن أنا في عيان كتيرة جدا من تحويل مسار مصغر ابتدوا نرجعهم للوضع، نلغي لهم العملية خالص أو نقلبهم تحويل كلاسيكي. لان هما مش هيقدروا يلتزموا بالفيتامينز، مش هيقدروا يلتزموا بالبروتين، كوستي قوي مكلفه، او في بعض الناس بتمل من الحاجات دي، وبالتالي كمان الناس اللي عندهم ارتجاع مش تبقى مناسبه معاهم خالص، لان هو بيبقى عنده بقى ارتجاع عصاره وارتجاع حمض اضعف في الارتجاع، فبنلجا دايما للحل الانسب. كانت الشكوى ان الكلاسيكي بتاخد وقت اطول، لا دلوقتي ما بتاخدش وقت اطول ولا حاجه، يعني الفرق 10 دقائق. انت نورتنا وابدعت وأسعدتني بحوار راقي للغاية، مرجعية مهمة جدا في تفاصيل ما يسمى بالإصلاح. أنا كنت منتبه لكل كلمة وانتبه لكل كلمة، لأن دي حلقة مهمة للغاية، بتورينا أنه كل حاجة ليها حل، بس المهم البروفيشناليتي في اتخاذ القرار. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور أحمد سفينة، الأستاذ المساعد لجراحات المناظير وسمنة المفرطة كلية طب قصر العيني، عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر واستشاري أول جراحات السمنة والمفرطة والجهاز الهضمي، نورت وأسعدتنا في الناس الحلوة. خليك دايما مع الناس الحلوة.